السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صح، حنا شنو وقع بالضبط؟ دابا خويا انا هذه السيارات امام مستشفى مولاي عبد الله بزنقة الجزائر. مدة 20 سنة من 2006 حاصل على ترخيص من طرف المجلس البلدي وحاصل على قرار عميلي وعندي حكم قضائي باسم صاحب الجلالة. لأن كانت واحد الشركة سابقة دعتنا والمحكمة ذات عدم قبول طلب مرفوض. وعندنا إشهاد ديال الطاقم الطبي 36 ديال الإشهاد. جات واحد الشركة ديال 2022 رصات عليها الصفقة نفس المشكل وقالت هي تاخذ الإجراءات، قالت لك أودي باش تحيدوا من هنا حنا حاصلين على الترخيص وكذا وهذه إلى آخره. تقدمنا بطلب شكاية للسيد العامل. السيد العامل حالها المجلس. بقات كنتراوجوا في هذيك الوقت صدقنا مريحين لمدة 9 أشهر. مؤخرا ملي مشيت عند الكاتب العام ديال العماله الله يطولنا عمرو، الشركه دخلات ما نقدرش دابا نحيدها. المهم انا غادي يحاولوا غير يعطيو غير شي ثمن رمزي هاد المده اللي بقات، ومن يستاهل هاد المده صافي الباركينغ غيبقى ديالهم. فعلا حنا ما بغيناش نتحداو السيد الرئيس، مشينا معاه في هاد الخطه وصبرنا الحكم اللي داروا علينا. المهم ملي جينا هنا عاد كنخلصوا 4000 ريال في النهار. 4000 ريال كنبقاو انا وصاحبي خدامين عليها وواحد اخر حتى لجوج ديال الليل، والوحده ديال كنعطيوها لهم كنمشيو حنا بديك 50 درهم. وحنا بالنسبه لنا 20 سنه هنايا مع مستشفى مولاي عبد الله مع الطاقه الطبي، حنا ما كنديروش ابتزاز، لان حنا ماشي ولو مرص علينا حنا مده الكراء ديال 200 درهم كنحشموا من الاطباء ما كنبغوش تخلصوا منهم. لهذا مشات داز هاد الصفقه هادي جات شركه اخرى. هاد الشركه اللي جات قالت لك اودي حنا راه عندنا اليوم لو ان دابا راه حنا جينا اش غديروا معنا؟ قلت اودي ما عندي ما غندير معكم انايا. انا هذاك الشيء اللي كاين، احنا راه تكلمنا مع السيد الرئيس وتكلمنا مع وهضر امام الموظفين وغوت على السيد اللي مكلف هاد الشيء اللي كيدخل هاد الازقه اللي في الموارد البشريه. قال لي شوف يونس، قال لي نعم، قال لي هاد الزنقه ديال الجزائر هي الاولى، ما دير حتى حاجه حتى تحيد هاد الزنقه ديال الجزائر هي الاولى وامام الموظفين. هي تحيد من دفتر التحملات ما تدخلهاش. صافي قلنا للسيد الرئيس، صافي قال لك صافي كونوا هانيين. عاود مشينا لعند النائب ديال رئيس مجلس البلدي، عطيناه الوثائق ديالنا اللي هي قانونيه، عطيناهم ليه. ملي شافهم السي حسن الباكوري قال لك اودي هي من حقكم هذه ممنوعه باش تدوز لنا، عندكم وثائق اداريه وكل شيء. فعلا السي حسن حتى هو قال لك اودي صافي كونوا هانيين راه ما غاديش تدوز. وحنا دابا اليوم كنتفاجئوا اللي جا، وبالنسبه اللي جات جاو موظفين ديال الجبايات، ما جاش معاهم مثلا الناس ديال العماله، او جاو موظفين خاصين ديال الجبايات ومعاهم الوكيلات ديال البلدي وجاو اليوم الحد. تفاجئنا باليوم الحد اللي جا عندنا. قال لك اودي والو دابا حنايا كاين 300 مليون و7 غادي تشوفوا ديروا معنا حل على الكيان، تودي ما نقدروا نديروا معكم والو حنايا. حنا السيد الرئيس عطى التعليمات ديالو المندوب ديال الموارد البشريه وقال لي اودي بان هذه الصفقه هذه بالنسبه لزنقه الجزائر ما تدخلها ما والو غتحيدوها، هي الاولى تبدا فيها. وحنا كنتفاجئوا دابا ما عرفناش بان السيد الرئيس واش الاوامر ديالو ما بقاش كتنفذ من طرف هاد الموظفين، وهاد الموظفين الى درتو بحث غتعرفوا شكون هاد الموظفين، راه معروفين ديال الجبايات ماشي غرباء. نفس المشكل ونفس السيناريو ديما كيتعاود لينا في هاد الزنقه. هذا زنقه قلنا الامر غريب، غادي يجيو نهار الحد ويطلبوا منكم على انكم تاديوا الواجب. جاوا نهار الحد وقال لك وما عطاوني ما وراونا لا قرار لا والو. ما كاينش شي قرار اللي زعماك بان راه رصات عليهم هاد الصفقه ديال 2003 ما وراوني ما والو، غير كيتكلموا وجابوا مع وجابوا معاهم ناس ديالهم هنايا ملبسين لهم الجيليات، قلت راه ما قبلتوش غنحطوا الناس ديالنا. ودابا تنطلب من الناس المسؤوله، تنطلب من الناس المسؤوله باش تشوف لينا حل على هاد الباركينغ اللي هنا 20 سنة وحنا فيه من 2006. بالنسبة لإقصاء التوظيف وأنا ما عندي لا ضمان اجتماعي، ما عندي لا تقاعد لا والو، هادشي باش كنعيش أنا الوليدات ديالي. وهاد الناس طغاو علينا، طغاو ماديا ومعنويا وبزاف ديال الحوايج. ولا تفتح دقيقة غادي تعرفوا الناس اللي داخلة
سريه فهاد المناورات ديال هاد الباركينغ. ما عرفناش هاد الناس علاش، حنا ناس بطاطا ضعفاء فقراء، اش بغاو عندنا حنايا؟ حنا ما عندنا لا مليار لا والو، عندنا غير الزنيقه كناكلوا فيها الطريف تاع الخبز اللي قسم الله، اللي عطانا الله يخلف واللي ما عطاناش الله يخلف، وحامدين وشاكرين الله سبحانه وتعالى فهاد الارض ديالنا. وهاد الشيء راه حنا وديجا راني درت شحال ديال الفيديوهات وطلبت من سيدنا الله يطولنا عمرو باش يستدعيني، وانا الان كنطلب من سيدنا الله بغا يستدعيني باش نحطوا هاد المحمديه نحطها ليه امام الواقع، لان ضغوطات واش كاينين غير حنا في هاد الباركينغ اربعه ديال الوليدات وعكارين، ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندنا شي دافع علينا سوى الله سبحانه وتعالى. لذا تنلتمس من سيدنا الله يطولنا عمرو ومن الناس المسؤوله النزيهه اللي راضي عليها سيدنا باش يديروا لنا حل على الباركينغ، خلينا نطيب ناكلوا طيب تاع الخبز. 62 عام في عمري فين غنمشي انايا؟ لا ضمان اجتماعي لا تقاعد لا حتى حاجه، اربعه ديال الاولاد. اللهم إن هذا لمنكر، اللهم إني هذا لبلغت. ولذا كنلتمس وكنطلب رئيس مجلس بلدي، وهو ابن مدينتنا وحنا ابن مدينته، وراسي عرفنا حق المعرفة، راه لا حني لا رحين سوى الله سبحانه وتعالى، وعندنا وثائق إدارية. إذا ما كانش هاد الوثائق إدارية قانونية راه المحكمة راه هي كتاخذ الحق. قد واحد السؤال نعم وسط هذا الكلام، بزافكم انتم كتمارسوا هذه المهنه مده من السنين، شنو الرساله بغيت توصل للناس اللي مكلفين بلي باركينغ، خاصه هذوك كيستعملوا شويه العنف باش ياخذوا فلوس من عند اصحاب السيارات، شنو الرساله توصل لهم؟ الناس بالنسبه اللي يبتزوا المواطن باش ياخذوا من عندهم الفلوس باش يخلصوهم في الباركينغ. انا تنطلب من هاد حراس السيارات اللي هما دابا مدخلهم هاد الشركه اللي رصات عليها الصفقه باش يراعيوا الظروف ديال الناس. راه كاين اللي كيخلص مثلا القوانين ديالو، كاين اللي كيقول كنخلص ضريبه، يراعيوا ليهم. كان شي حاجه على حب الخاطر ما كاين حتى شي مشكل، اما اذا كان ابتزاز وخلاص وهذه، حنا بالنسبه لنا حنا في هاد الباركينغ حنا تنراعيوا الناس. كنشوفوا واحد جاي مريض، واحد جاي مو، واحد جاي باه، كنهزوه كنتعاونوا معاه كندخلوه لله في سبيل الله، ما كنديوش الحرام وما كنوكلوش ولادنا الحرام، وعايشين بالحلال اللي عطانا الله يخلف واللي ما عطاش الله يخلف. وهاد الناس ما طغاو علينا بصراحه، طغاو علينا. تنطلب من الجهات المسؤوله النزيهه اللي راضيين عليها والديها وراضي عليهم سيدنا باش يشوف من حالنا حنايا، راه حنا ضعفاء وتغلبنا، راه لا حنين لا رحيم. راه الناس راه لو كون جينا نهضروا وبركنا، لو كان غوت عليا سيدنا كنطلب من سيدنا ملك الفقراء وملك المظلومين. انا تنعاود نكررك سيدنا، انا واحد من الشعب ديالك، انا روح المواطنه وغيور على بلادي، وما كنديرش ولادي مربيهم تما على روح المواطنه، وهما عندي جوج وليدات ما خدامينش وهما صابرين معايا، وها هو واحد من ولادي، ها هو الصوره ديالو، ها واحد من ولادي، ها هو تا هو خدام معايا. ما بغيناش نمشي، ما مخليش نمشي تشرد شي بلاصه ولا هادي، وحاصل على الدبلومات وعلى كل شيء، وكيدفع الشركات ملي مجابش الله هو كيقاردي معايا، ها هو معاون مع بوه. علاش انا عييت 62 عام في عمري؟ كنطلب منكم الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. راه ما عندناش شي دافع علينا سوى الله سبحانه وتعالى، سوى الله سبحانه وتعالى. حنا ما عندنا لا مال لا والو، ما بغينا حتى شي حاجه، لان يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. حنا ما باغيين والو، باغيين ناكلوا الطريف تاع الخبز مع الوليدات. 62 عام في عمري، الا مشي انا كبرت الوليدات من هنايا، كبرتهم مع الطاقم الطبي. وتنشكر انا الاطباء، هاد الناس اللي كيساهموا معنا في الاعياد وكيتعاونوا معنا، ما كنتخلصوا حتى من عند اللي عطانا الله يخلف. كاين اللي يعطينا درهم، كاين اللي يعطيك 10 ريال، والله قسم لك ناخذوا 10 ريال كيقول لي راه عندي 10، كنقول لي نشربوا بها عقبتها ديال النعناع. ولهذا كنطلب منكم الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، إلى ما راعيوا الظروف ديال الناس الفقراء اللي عطاكم الله ومسك عليكم الله، الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، ولو تكون حرام ولا حلال. كاين ناس مسؤولة الحمد لله، عندنا الأمن وعندنا الناس مجندين الحمد لله، راه كيتبعوا أي حاجة لا في السرائي ولا في الضرائي، وحنا راه كيعرفونا شكون. حنا ود المحمدية زيادة وخلقنا مجدوبين من سيدي موسى المجدوب.
ما كنديو ديال الناس، ولا بغيتوا الإشهاد ديال المحمدية كلها كلها، لا المحمدية ولا الشلالات ولا الويزية ولا هذه، راهم كيعرفونا الحمد لله. اللي جا كنعاونوه، اللي جاو ندخلوه، اللي مريض نهزوه، اللي ما قالش نديروه فوق كتافنا، ماشي على نديو باش نعطينا ولا ما لا، لله في سبيل الله، لأن واحد النهار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله يطولنا عمرك سيدنا، والله يخليك لنا، دمنا في خدمة الصالح العام تحت الرعاية السامية للقائد الأعلى للبلاد، حامي الوطن وضامن كرامات مواطنيه، ألا هو المنصور بالله محمد السادس، نصره الله أمين. الله يطول عمره، والله يعطيه صحيحته، وبغيته يغوت عليا وياخذ لي حقي ويتسلط فيا. أنا كبرت 62 عام، ما عرفنا شكون السابق. الله يطول عمرك سيدنا.